نتيجة الآثام. القرآن بينها، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا، انتبهوا، الآثام شو عملت معهم؟ بل ران على قلوبهم، عملت على قلوبهم الران. الران الحجاب، حجاب على القلب، مثل كأس الماء حطينا على وشها كيس نايلون وحطيناها تحت الحنفية، أدي بدلا تتعبى ما بتتعبى، صار في حجاب. والقلب إذا صار في حجاب ما عاد يتقبل شيء من أنوار الله. لو هبطت أنوار الله هذا القلب لا يدخل إليه شيء، أنه محجوب. سبب الآثام كذب، طعن، بهتان، قذف، عجب، شوفت حال، هاي كلها من الآثام. فاللي بيرتكب الآثام بصير على قلبه حجاب. النبي وصف له وصف، الله لا إله إلا الله. لما الإنسان بيعمل الذنب قلبه مثل الصحيفة البيضاء، صحيفة بيضاء، عملت ذنب جت نقطة سودة، ذنب ثاني نقطة سودة، ذنب ثالث نقطة سودة، نقطة قدام نقطة، بعد شو بتصير الصحيفة كلها؟ صارت صحيفة سوداء بينكتب فيها شيء. هكذا القلب لما بيعمل الذنوب، الذنوب لا تفكروها انه انت عملت ذنب كذبت ومش حالة، هي الكذبة هي لوتت الروح. فتلويت الروح النورانية بظلمة من الظلمات، من ظلمات الذنوب والمعاصي، مع المدة بتعمل حجاب على القلب. وأعظم عذاب يوم القيامة هو عذاب الحجاب، أعظم من عذاب النار. جاي معنا هلأ. قال كلا بل رانا. عرفنا شو الران؟ شو الران؟ حجاب. لجبكم مثال، انت جوعان وجبنا لك فروج محطوط بكيس نايلون ومغطي، عم تحاول تشق الكيس مع مين شاء تشبع؟ مهما حاولت تشبع؟ موجود ولا مو موجود؟ موجود، لكن في حجاب. فالقلب هكذا إذا صب له حجاب الذنوب والخطايا حجب عن أنوار الله، ثم بعد ذلك حجب عن الله. أولا يحجب عن الأنوار، ثم يحجب عن الله، فما عاد يتذكر الله، ما عاد يجي الله لباله، صار هم الدنيا، هم المال، هم جمع المال، هم النساء، هم هم وغم وكرب، عم يركض ورا الدنيا، عم يلهت لهت. حجب عن الله. والمحجوب عن الله في الدنيا هو مطرود من حضرة الله في الآخرة، أنه لا يمكن أن يتقرب إلى الله وهو محجوب. فالذنب هذا، هالذنوب شو عملت؟ هالحجاب شو كانت نتيجة الحجاب؟ كلا، أوعكم تكونوا من أهل آثام، ردع زجر. إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. صريح القرآن. إذن الآثام عملت على القلب حجاب، والحجاب حجبك عن الله في الدنيا، وأنت في الدار الآخرة مبعد ومطرود عن حضرة الله. عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لو ألقي في النار ومعه حبيبه انقلبت النار إلى جنة، ولو دخل الجنة وحجب عنه حبيبه فالجنة نار. قدر لو أن ملك من الملوك دعاك إليه، ولما دخلت على القصر دخلوك على غرفة الاستقبال
كنبايات من حرير أشكال شيء جميل، ولكن ما قابلك حجب عنك فأعدتك بهالصالة، شو بتكون؟ عذاب. ولو كان بالسجن وإجا لعندهم ملك وقف معه السجن، شو بيصير؟ جن. نتيجة الذنوب إذن يا إخواني، فكروا الله عم ينبهنا، نتيجة الذنوب حجاب على القلب. القلب شو هذا القلب؟ هالروح يلي الله أعطاك إياها. ما القلب الصنوبري؟ هذا القلب الصنوبري بالكلاب فيه مثله، بالغنم فيه مثله، بالبقر فيه مثله. قلب البقر هالقد، قلب الجمل هالقد. ما هذا القلب؟ الروح يلي سكنت في هذا القلب، هذه الروح الله عز وجل أنزلها إليك طاهرة نقية بيضاء صافية. والنبي قال كل مولود يولد على الفطرة، الروح الطاهرة النقية. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهالذنوب إذن عم تلوث هالروح. أول ذنب بيعمله الإنسان، أول خطيئة بيخفق القلب، بيحمر الوش، تحمر الأذان، تحمر شو هالخفقان؟ الروح ما تنبهك، اوعى هي خطيئة، هالخطيئة بدها تحجبك عن الله، اوعى. بالمية 97 باقي ثلاثة هز، ثاني وحدة بالمية 95، خمسة راح منه. كل ذنب لعم يروح منك اثنين وثلاثة وخمسة وعشرة، بيصفى يوم من الأيام معه خمسة من مية. عمل خطيئة كبيرة راحوا الخمسة، أصبح القلب محجوبا عن الله، الروح صارت مظلمة، والروح المظلمة لا ترى. لو حطيناك بأوضة كليات عدنا شو بتشوف فيها؟ ما لح تشوف. وكذلك الروح إذا أظلمت بظلمة المعاصي لا ترى من نور الله شيء. لذلك لو سمعت القرآن ما بتنتفع، لو كشفنا لها البرداية وورجناها ما بتشوف لأنه عمياء. فالله قال يعمهون، يعمهون يعني تعمى بصائرهم، ما في عمى العين، في عمى، عمى بالألف المقصورة، أما عمى بالهاء، عمه بالهاء هو انطماس البصيرة، أما العمى انطماس البصر. فكلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، من كسبه وجده شو كانت النتيجة؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، حجبوا في الدنيا عن لا إله إلا الله، فحجبوا في الآخرة عن قربهم إلى الله، طردوا من أنسهم بالله جل وعلا، أزل الحجاب فيما بينه وبينهم، نسأل الله السلام، فهم في شقاء حجابهم، اللهم إنا نعوذ بك من ذلك. والحجاب أشد العذاب، لو وضع كان بعض أهل الله رضي الله عنه يقول اللهم إن شئت أن تعذبني فاجعلني في أي واد في جهنم شئت ولا تحتجب عني، بس خليك معي. فإذا بجهنم الله معه، هذا في جنة. فلا تظن يا ابني أن الجنة بس الخضرة والنعيم، لذة الجنة النظر إلى وجه الله. اليوم درسكم يمكن يطول شوية، بس انتبهوا ما أحلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام.